السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة بإذن الله هعمل معاكم ازاي تعملوا علبة مناديل في البيت من حاجات موجودة عندكم وممكن تشتروها من بره. انا هحتاج كرتونة، دي كانت كرتونة جالي حاجات من جوميا بتتقفل كده، دي ساعدتني يعني ان انا استخدمها. هنقص الجناحين دول عشان ما لهمش لازمة، وهستخدم فرو كان قديم عندي محطوط على الجاكيت فانا هحطه عليه. انتوا ممكن تشتروا الفرو ده، تقريبا المتر كان ب25 جنيه حاجة كده، فممكن تشتروه. انا بحاول اجمعهم مع بعض كده وبعمله بالشمع مش بعمله بخياطة علشان احافظ على الكرتونة ماسكة نفسها شوية. حاولي لما تستخدمي كرتونة تكون كرتونة جامدة وكمان تشيل حجم المناديل او علبة المناديل اللي انت عندك، لو مش جامدة فممكن تضيع معاكي. دلوقتي هنعمل فتحة علشان نخرج المنديل منها، مش لازم تكون يعني احترافية قوي، انا كنت بحاول اعملها بس الكرتونة كانت جامدة قوي عليا فكنت بحاول اقص بالمقص بس كان صعب قوي. دلوقتي كمان عملت فتحة عند الفرو، طبعا الكاميرا فصلت شحن فاضطريت ان انا اصور بالموبايل، فبدخل علبة المناديل كده وبعدين بدخل الجناحين دول في الجناب. اخر الفيديو هبين لكم بالظبط ازاي. دلوقتي الكاميرا لما فصلت اضطريت ان انا اشحنها وارجع اكمل معاكم. دلوقتي انا باكد على الحتت اللي تحت دي بقفلها، ممكن تقفليها بكرتونة تانية كمان لو عايزة، انا بس بقفلها كده وباكد ان الفرو متلزق من كل حتة عشان ما يفكش وبشده من كل جنب. ممكن تنضفي الكرتونة ممكن تسيبيها زي ما هي عادي يعني مش مشكلة، انا مستخدمة الكرتونة زي ما هي. من هنا بقفل الفرو لان الفرو من جوه طبقتين وكده. دي الكرتونة من الجنابة اهي، بندخل الجناحين دول في الجنبين كده زي ما كانت موجودة اصلا في الكرتونة الاصلية. وبس ده كان فيديو النهاردة، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وسلام عليكم.